السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو تسريبات. نسيت الرقم، هذا والله كم وصلنا؟ أتوقع أنتم تعرفون تسريبات الآيفون. خلينا نشوف كم وصلنا. 15. يلا، فالسلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو تسريبات الآيفون رقم 15. طبعا هذا الفيديو راح يدقق على الآيفون الجديد اللي هو الإلافن والإلافن ماكس، إذا يسمونه إلافن ماكس، والإلافن آر، يمكن يسمونه إلافن آر، يمكن يسمونه 2R، 2RS، 11RS. المهم ان الار الجديد تقريبا شفته بشكل الايفون الالفن والالفن ماكس كيف راح يكون، وتسربت الحين الاقلفة حقتها. مثل ما نشوف الغلاف طلع برضو مثل ما نقول مجسم له لو بنشوفه بالجنب. هذا تقريبا ميزة ان ابل خلت ثلاث كاميرات، والارتفاع اللي كان جبهة طالعة كبيرة، فمثل ما نشوف انه دخل الجهاز، او ان الارتفاع اللي كانت موجود فيه الايفونات القديمة ارتفاع الكاميرا دخل بكثير مثل ما نشوف شلون. فحركة حلوة ان ابل سوت شيء دخلتها. الحين راح تكون طالعة طبعا، بس ما راح تكون طالعة نفس الاجهزة القديمة ان لازم تحط غلاف، ولا لو انك تحط على الطاولة راح يتحرك. فحركة حلوة من ابل. ومثل ما نشوف الاغلفة طلعت، هذه الاغلفة كلها حق الاجهزة، هذا مركب في الجهاز الايفون الجديد. فاتوقع الايفون 11 و 11 ماكس خلاص اختمنا هذا الشكل. شوي اللي طلع لنا شكل ثاني حق الايفون الار اللي بينزل الجديد. مثل ما نشوف الايفون ار الجديد ال 11 ار يمكن راح يسمونه، نفس الحركه نفس الديزاين حق الايفون 11 ماكس، نفس ال 11 ار اللي طلع لكن بدون كاميرا ثالثه. ليش ابل سوت كذا؟ ما ندري. لو نبي نعرف ليش ابل سوت كذا لازم نرجع حق ال 11 ماكس، نعرف ليش ابل سوتها كذا في ال 11 ماكس. فالاشاعات اللي تجي في ال 11 ماكس ان تقول الكاميرات اللي بتنزل الحين كبدايه، الكاميرات اللي بتنزل نفس الايفون 10 اللي موجوده هنا، اللي هي الكاميرا العادية، والثاني تلفوتو لينز اللي هي 2X تقرب. لو نشوف أي واحد عنده أي جوال آيفون فيه كاميرتين، مثل ما نشوف التو هذه هي موجودة، مثل ما نشوف الزوم الثاني. لو نشوف الحين سكرت عليها بيدي، نزوم نرجع الزوم تشتغل الكاميرا اللي فوق، نزوم تتكسر لأن الكاميرا الثانية حق الزوم. فنفس الكاميرا الثانية، فالحين بيكون تلفوتو لينز اللي هي الكاميرا الزوم، والكاميرا العادية. الكاميرا الثالثة راح تكون حق الوايد انجل اللي هي الكاميرا نطاق اكبر. هذه اشاعة طبعا الان ما تأكدت. برضو ان التلفوتو لينز اللي كانت 2X يمكن في الايفون الجديد راح يكبرونها، او راح يحطون ان اخبار طلعت انه راح تكون اكثر من 2X، يمكن تصير 3X، فراح تكون اكثر من 2X. هذا الخبر تكون 3X او 4X او يمكن 5X. طبعا ما راح اتوقع ابل، مستحيل انك توصل حق 13X و50X نفس الهواوي اللي تقول لك تصور القمر وطلع كذب بعدين ان الجهاز يدري بالاي اي انك مقرب على القمر يغير لك صوره القمر يوضح لك، فما راح تصور ذا الشيء. ان اتوقع ذا الشيء داخل فيه الخصوصيه اكثر. ف 4X او 5X يعتبر ممتازه في الايفون. هذا الخبر حق كاميرا الورا. لكن الايفون 10R ما ادري هاي كاميرا راح ياخذ 100% راح ياخذ العاديه، هل الكاميرا الثانيه راح ياخذ اللي هي تليفوتو لينز راح ياخذ، او راح ياخذ الالترا وايد. فثلاث كاميرات في الايفون 11 ماكس راح تنزل، الكاميرا العاديه 100% راح تكون في الار، الكاميرتين الثانيين اللي هي الوايد انجل او التليفوتو لينز اللي هي تقرب 3 أو 4 على حسب اللي بتنزلها ابل، او بالتصوير العريض، واحده منهم راح تنزل في الايفون 11R. افضل اتوقع تنزل تليفوتو لينز راح تكون نفس الايفون 10 القديم، او الايفون 8 بلس، او الايفون 10S 10S ماكس راح تحطها في الايفون 10R، لكن بميزات الايفون 11. فلصارت 3X او 4X راح يحطون 3X او 4X، والكاميرا العاديه برضو ما راح تكون نفس الايفون 10R ولا ال 10S ولا 10S ماكس ولا 10 ولا اللي قبلهم، لا راح تكون نفس ال 11. فراح تكون فيها معالجات جديدة، لينس جديد، فبيكون الوضوح وضوح الايفون 11. لكن كاميرا واحدة مفقودة، هل بتكون الكاميرا الواسعة او الكاميرا المقربة؟ واحدة منهم راح تكون مفقودة في الايفون 11R، وراح يكون الجهاز قوي وجبار وممتاز جدا. اتوقع مبيعاته راح تكون هي الافضل نفس اول. لكن راح نتكلم الحين الاخبار والاشياء اللي تكلمنا عنها، ليش ابل اختارت الشكل هذا، ليش ابل ما اختارت ثلاث كاميرات تحت بعض مثل ما الاشاعات اللي طلعت، او ثلاث كاميرات بشكل مثلث يعني ما تكون مربع القفزه. طلعت اشاعات كبيره، لكن الاشاعه القويه اللي شفته وبحثت عنها تقول لك ان ابل ليش اختارت ثلاث كاميرات جنب بعض زي كذا. مثل ما نشوف هم خلينها ثلاث كاميرات كذا عشان التصوير، ما ادري ليش. ف
راح يكون شيء قوي. ابل ما راح تحطها كذا عبث، لان الاشاعات اللي طلعت قويه الحين ابل مخلتها كذا عشان تكون المسافه بين الكاميرا والكاميرا الثانيه نفس المسافه، فالكاميرا اللي على اليمين راح تكون نفس المسافه بين الكاميرا اللي على اليسار والكاميرا اللي تحت، فكلهم نفس المسافه ويكونون تحت بعض، راح تكون الكاميرا الاولى مسافه بعيده عنها وعن الكاميرا الثانيه. فهذه الاشاعه قويه ان ابل مسويتها لهذا السبب، واشاعه قويه ممتازه يعني. ممكن ابل مع المعالج الجديد الـ A13، مع ان اليوم عندنا احنا 10 ماي، ابل الحين بدات مع شركه تي اس ام سي اللي تسوي اصلا معالجات حق ابل من زمان، تصنع معالجات الاي 13. ما ادري كيف راح يكون قوه المعالج، طبعا اقوى من الاي 12 اللي موجود عندنا الحين، لكن ما ادري ليش متوجهه ابل لهالدرجه يعني. فاذا قوت المعالج والمعالج خلته باداء الكاميرات الثلاثه يمكن يسوون مثل ما الاخبار اللي طلعت الحين بتسوي بورتري، فابل راح تحط البورتري حق الفيديو، وانت تصور فيديو يشتغل عندك البورتري. طبعا موجود في بعض البرامج، موجود في بعض الجوالات القديمه، موجود في الانستغرام تقريبا تقدر تصور بورتري وتعزل في نفس الفيديو، فابل تحطها في الكاميرات عندها. هذا تقريبا هذا ميزه من ميزات ان الكاميرات تكون جنب بعض، فتقدر تشغل الكاميرات كلهم في نفس الوقت. راح يسوي اشياء قويه يعني لو تشغل في نفس الوقت، ما اتوقع في اي جهاز اصلا شغلها في نفس الوقت. فإذا سوت هذه الحركة تستغل 3 كاميرات صح، وهذا السبب الوحيد إن تخليهم في نفس المسافة بين الكاميرا والكاميرا الثانية علشان أداء التصوير يكون عالي. يمكن حتى الألترا وايد تقدر تخليهم 3 كاميرات يشتغلون في نفس الوقت، والكاميرا الثالثة هي المعزز لهم. ما أدري والله إيش بيسوون، لكن حركة حلوة يعني. إذا كان هذا السبب وأبل بتسوي شيء قوي في الكاميرا يعني، ما علينا من الشكل، أوكي الشكل ما راح أبرر لكم الشكل، الشكل قبيح، الشكل أنا ما عجبني، لكن إذا سوت 3 كاميرات بهذا الشيء ولا سبب طلعتهم يعني، ما راح أقول لكم ليش السبب أصلاً، بس إذا طلعت الجهاز وفي تقنية قوية في الكاميرات وراح نعرف إن هذا السبب إن وجود 3 كاميرات بهذا الشكل، راح نقول أوكي حلو، ما راح نقول أي شيء، لكن طلعتهم بدون أي سبب هذا اللي راح نتكلم عليه، وهذا الخبر يعني ليش حق الكاميرات اللي كذا. وبرضه للآن ما برحنا في الكاميرات، راح نتكلم عن الآيفون 10R ليش الشكل هذا اللي طلع. نفس الحركة يعني الجبهة الكبيرة اللي طالعة، لكن شايلين الكاميرا وحاطينها مكانها فلاش. ليش أبل سويتها كذا؟ يعني تقدر تخلي نفس شكل الايفون 10، وبرضه طلعت اشاعات ان أبل سوت الحركة علشان ما تخلي نفس شكل الايفون 10، لان تخيلوا يكون شكله نفس شكل الايفون 10، فالاشخاص بيتوهقون بعدين الشكل. اوكي ايفون 10 هذا ايفون 10S او 10S اوريدي موجود، فيكون شكله نفس شكل الايفون 10S، فابل سوت الحركه انه بتكون كاميرتين تحت بعض وفلاش في الجنب. اذا شفتوا هذا الشكل فاعرفوا ان هذا الشكل هو في مسار الايفون ال11 وال11 ماكس، فمش نفس الايفون 10R او 10S القديمين. فابل مخليتهم كذا الشكل ليكون نفس شكل الدي ان اي حق الاجهزه الجديده كذا عشان ما تخبطون برضو، لان اتوقع 100% ابل لو خلتهم الكاميرتين وبينهم الفلاش نفس الايفون 10S او 10 او 10S ماكس الناس راح يخبطون، بيطلعون اسماء جديده له. فابل كذا خبصت ونزلت جهاز وتوهقوا الناس في الاسماء، تخلي نفس شكل الايفون 11 ماكس وال11 لكن بكاميرتين، فكذا الناس راح شوي ما راح يخبصون. فهذه الاشاعات كلها، طبعا ما راح اتكلم عن الشكل اللي قدام، الشكل اللي قدام ما اتوقع راح يتغير الا السنه الجايه في 2020. طبعا برضو في اشاعات قويه انه تكلمت عن الاشاعات دي كلها، لو ان شفتوا الاشاعات من قبل انه بيحطون الوايرلس العكسي، انك تحط السماعه حقتك يشحن، تحط الساعه حقتك طبعا ما راح يشحن. ما ادري هل ابل تسوي له حركه، لان الكل يعرف ان ساعه ابل مستخدمه تقنيه ثانيه، او ان الكويل حقها صغير فما تقدر تشحن على اي شحن وايرلس الا السلك حقها اللي يشحن فيه. ما اتوقع تشحن بها ساعة ابل، لازم ساعة ابل تشوف لها حل ابل في الاصدارات الجديدة. او تشحن الجوال، طبعا ما ادري هل راح تكون مفيدة انك تشحن الجوال، لان يعني في جوالات نزلت الحين تشحن جوالات ثانية الشحن الوايرلس حقهم الله يكون في العون، يعني لحد يستخدمه. يعني جربت انا الجالكسي اس 10 تحط الجوال عليه ثاني، الشحن بطيء جدا جدا، يعني اشحن بشحن الايفون 3 جي اس القديم افضل من اشحن الوايرلس 2019 جالكسي اس 10، شاحن بطيء جدا اقل من 5 واط يعطيك الشحن وايرلس، يعني يمكن في وقت الحاجه اوكي، بس ما ادري هل اصلا راح يشحن جوالك ولا ما راح يشحنه. فحلو الحركه ان ابل تخليها في الايفون الجديد انك تشحن شحن عكسي، لكن تخليها للسماعه حلو، تشحن السماعه بسرعه، بس تقريبا هذه الميزه. او لكم تسوي حركه جديده انك تخلي تشحن على الاقل 5 واط توصل، ما ادري. بس هذه الاخبار كلها وهذه الاشياء كلها اللي نعرفها عن الايفون الجديد، واللي نعرفه كله مثل ما قلت لكم المعالج الجديد الـ A13 بدا تصنيعه الحين، وشكل الايفون طلع هذا شكله، وشكل الايفون 10R هذا شكله، وفي اغلفه طلعت لها الحين مثل ما نشوف تسريبات حق الاغلفه. وبرضه تكلمت برضه في التسريبات القديمه عن زر الصامت، بما انه كان في الجوانب الحين صار في
فوق وتحت. برضو التسريبات حق كفر الايفون مثل ما نشوفه الحين اللي طلع موجود، لو تزومون تشوفون الزر صار فوق وتحت بدون يمين ويسار. بس في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، واسف على نبرة صوتي، عطشت ورمضان. وبس هذا اول فيديو تقريبا اسويه في رمضان حق تسريبات الايفون. لا تنسون الاشتراك في القناة مثل ما قلت لكم، ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ونشر المقطع يشجعني، يعني تحسون انه كيف الواحد يتعب في رمضان يقوم يجلس يسوي فيديو. دعمكم يشجعنا ويخلينا نكمل قدام. السلام عليكم.